العسكرية واقع عليهم ظلم مركب. هما لهم مستحقات، الشركة حيشها مش بس لهم مستحقات، لهم فلوس بتاعت صندوق الزمالة، الشركة خصمها من مرتباتهم فعلا في نفس الوقت ما حطتهاش في صندوق الزمالة. لهم يعني لهم حاجات من حقهم تماما ومتحشى عليهم. وبعدين لما هم يطالبوا بيها منعوا من طلب بيها. وبعدين بقى قمه يعني الهزل انه عمليه المنع المطالبه بيها ادت لانهم يتحكموا بحكمه عسكريه وهم مدنيين. ف يعني كل اشكال الظلم عليهم لازم نتضامن معهم، لازم نطالب بانه مش بس انهم ما يتحكموش وما يتحبسوش وكمان حقوقهم تبقى.